قبل ما اتكلم عن نتفليكس واول مسلسل من انتاج نتفليكس، وقبل ما اتكلم عن احمد امين بطل المسلسل وعمرو سلامه مخرج المسلسل، خلينا نتكلم عن اللي عمل المسلسل اصلا بالاساس، احمد خالد توفيق وما وراء الطبيعه. واحده من الحاجات المهمه جدا اللي اضافت للادب العربي سلسله ما وراء الطبيعه، كانت مشهوره جدا واتباعت باعداد خرافيه. ممكن يكون قراء كتير جدا من القراء اللي بيشوفوا نفسهم قراء تقال ان هم مش مقتنعين بما وراء الطبيعه قوي، او عندهم مشاكل مع كتابات احمد خالد توفيق. حتى كمان في كتاب عربيه بيكون عندهم مشاكل في كتابات احمد خالد توفيق بيكونوش متوافقين معاه دايما، او شايفين ان هو ما عملش انجاز يذكر يعني، او ما ضافش جديد. لا، احمد خالد توفيق ضاف جديد. احمد خالد توفيق الله يرحمه يكفي ان هو جعل ناس كتير جدا تقرا، خلى فئه كبيره جدا من الشباب تدخل عالم القراءه اللي ما كانش تعرف عنه اي حاجه. احمد خالد توفيق ممكن يكون كان بيقصد ده في كتاباته، ان هو يكتب حاجات كتير باسلوب ساخر، باسلوب سطحي الى حد ما، بحيث ان هو يشد الناس ان هي تقرا، وده كان بيدل على نقاء قلبه ونيته فعلا الصالحه، ان فعلا القراءات دي او الكتابات دي تكون مفيده للشخص اللي بيقرا، ما تكونش مجرد سلعة، او ما تكونش مجرد منتج، او ما تكونش مجرد عمل ربحي. الراجل كان بيكتب بكل شغف، بكل نقاء قلب، عشان كده الراجل ده دخل القلب. والراجل ده كمان حقق نجاحات كتير جدا في الفترة الاخيرة، ويمكن في الفترة بتاعت وفاته او وفاته اصلا حصل ضجة كبيرة جدا في عالم القراءة في مصر، وشباب كتير جدا ما كانتش تعرفه فعرفته وبدأوا يقرأوا الكتب بتاعته وبدأوا اصلا يدخلوا سكة القراءة. فالراجل ده ضاف كتير جدا، والراجل ده عمل حاجات كتير جدا حلوة حرفيا. انا بعشق كل الكتابات بتاعته وبحبها جدا، عشان بحس ان الراجل ده بيكتب ليا كقارئ، وعلاقته بيا علاقه متواصله، يعني بحس ان هو بيكلمك كده في الكتب بتاعته او في الروايات اللي هو بيكتبها، تحس ان في احداث كتير جدا وكتابات كتير جدا بيكلمك انت، مش مجرد بيكتب عمل روائي يعني او عمل ادبي. ويخلوني اتكلم على نقطه تانية، لو انت شخص ما قراش اي حاجه من العدد بتاع ما وراء الطبيعه، فانت حد محظوظ جدا انه هيتفرج على السلسله بدون اي مشاكل، بدون اي توتر، بدون اي خوف، بدون اي قلق. هتدخل تتفرج على السلسله وانت ما عندكش اي مشكله مع اختلاف الاحداث، ما عندكش اي مشكله مع اختلاف البلدان، ما عندكش اي مشكله مع الالوان الادبيه المختلفه اللي كانت جوه اعداد السلسله، ما عندكش اي مشكله ان يحصل تجسيد مش عاجبك، ما عندكش اي مشكله ان في احداث كتير انت كنت بتعيشها في الاعداد ما لقيتهاش في السلسله، او في احداث تكون مختلفه، او في احداث اتجسدت بشكل مش عاجبك، او في تفاصيل وقعت منك انت كنت بتستمتع بيها وانت بتقرا الاعداد. فانت فعلا كحد ما قراش الاعداد خالص ولا قرا اي اعداد من ما وراء الطبيعه، هيدخل المسلسل هيكون مبسوط جدا. المشكله فعلا هتكون للناس اللي قرات السلسله، اللي قرات عدد كبير من الاعداد بتاع السلسله، هيتفرجوا على المسلسل ممكن يتضايقوا بشكل كبير جدا، هيحصل مضايقات، هتلاقي في حاجات كتير جدا انت كنت تتعلق بيها اثناء قراءه الاعداد وانت مستنيها في المسلسل وما حصلتش، ممكن تكون احداث اتغيرت لسه مش عارفين هيجسد ازاي الاحداث الخياليه اللي كانت بتحصل، الاساطير اللي كانت بتحصل في الاعداد، وكمان الاماكن المختلفه، لان الموضوع ما كانش في مصر بس، كان في اماكن كتير جدا، كان في امريكا، وكان في افريقيا، وكان في مصر، وكان في دول عربيه كتير جدا، فالاحداث مختلفه واماكن مختلفه، فانت مش عارف كل ده هيتلم ازاي. وغير كده كمان، خلي كل الحاجات دي في جنب لوحدها، وهات لي الموضوع الاساسي، وهو اصلا انت بتتكلم على اثاره ورعب وتشويق وحاجات كتير جدا كده مختلفه، احنا مش عارفين انت هتجسدها ازاي. فالموضوع ممكن يكون للناس اللي قرات السلسله مخيف جدا حرفيا، واي حد قرا الاعداد كلها بالكامل هيكون خايف جدا ان الموضوع ما يكونش على هواه، او ما يكونش على القدر اللي هو كان شايفه، بس ده عادي جدا ان هو يحصل، مفيش مشكله خالص. لما بيكون في عمل روائي او عمل ادبي بيتحول لفيلم او مسلسل، لازم يكون في تغيير في الاحداث كده، ولازم يكون في حاجات مش على نفس القدر اللي انت شفتها في العمل القراءه نفسه يعني. بس يعني نامل ان كل حاجه تكون تمام، نامل ان الناس دي تعمل طفره، والموضوع ده بالمناسبه ما يقللش خالص من قدرات الناس اللي احنا عارفينهم كعمرو سلامه كمخرج، واحمد امين كممثل. بس ممكن الكلام الكتير كان يكون على احمد امين شويه، لان احمد امين احنا متعودين عليه ان هو شخص كوميديا، وشخص ليه في السكتشات وليه في الحاجات اللي كان بيعملها على يوتيوب كده البلاتوه، بس الراجل متميز جدا، الراجل قوي من وجهه نظر الشخصيه. هو كان كل الحاجات اللي بيعملها معظمها كانت كوميدي، والناس مرتبطه بيه علاقه ان هو كوميديان بس يعني، ودي بالنسبه لي ممكن تكون مشكله شويه مش من احمد امين نفسه، لا مشكله شويه لما الجمهور نفسه او الناس بيربطهم علاقه معينه ما بين الممثل، زي ما حصل بالظبط مع الممثل اللي كان واخد دور مايكل سكوفيلد في بريزون بريك. الناس ما بقوش شايفين الراجل ده غير مايكل سكوفيلد، ولذلك اصلا يمكن ما عملش اعمال تانية كبيره قوي بعد بريزون بريك، لان فعلا الكتاب والنقاد بتوع امريكا قالوا ان الناس ما بقتش مقتنعه. مش فاكر كان اسمه ايه اصلا بصراحه، بنسى اسمه دايما لان اسمه غريب شويه كده. الراجل ده يعني النقاد والكتاب في امريكا قالوا ان هم من كتر ما الجمهور بتاعه اتعلق بيه بشخصيه مايكل سكوفيلد ما بقوش شايفينه في حاجه تانية. بس دي ممكن ما تكونش شبيهه باحمد امين قوي، لان احنا متعودين ان الممثلين المصريين ممكن بيعملوا ادوار كتير مختلفه، ممكن حد كوميدي بيعمل حاجه اكشن، بيعمل حاجه دراما عادي جدا، بس مش عايز الدرجه توصل لفكره ان الناس يحصل لها مشكله ما بين ترابطهم باحمد امين والكوميديا، وان هم مش شايفينه غير كده زي ما حصل مع مايكل سكوفيلد. اتمنى ان الموضوع ما
ما يكونش كده خالص. بس ان شاء الله انا من وجهه نظر شخصيه الراجل ده جامد جدا، وكمان هو اصلا كان في البلاتوب بيعمل شخصيات مختلفه، فقدر ان هو اصلا يطلع قدرات مختلفه في جوانب كتير مختلفه، فعادي جدا ده بتحصل مع اي ممثل، دي حاجه ما فيش فيها مشكله خالص. وكمان الراجل عمرو سلامه راجل شاطر جدا، راجل بيأدي شغله بشكل كويس جدا، عمل حاجات جامده في طائع. بس الفكره كلها ان انت كحد قرأ السلسله ما تكونش متوقع حاجات واو قوي وحاجات نازله قوي، انت خليك كده متقبل الاحداث، خليك متقبل التغيرات اللي ممكن تحصل، سواء في الشخصيات سواء في الاماكن سواء في الاحداث سواء في ترابط العلاقات ما بين الاشخاص جوه العمل الروائي يعني. والحبكه الدراميه ممكن ما تكونش زي ما انت متخيلها او زي ما انت ما كنتش مستمتع بيها جوه الاعداد، لان فعلا الاستمتاع بالاحداث جوه العدد كان ليه متعه ثانيه خالص. بالمناسبه اكتبوا لي انتوا ايه الاعمال اللي انتوا بتحبوها في الاعداد كلها. انا بحب ارض الظلام جدا وكانت مفضله بالنسبه لي. كل واحد فيكم لو قرا حاجات من السلسله يكتب العدد اللي هو بيحبه تحت في السلسله عشان نتبادل الحديث عن الموضوع يعني. وفي نهايه الفيديو ده كنت حابب اتكلم عن بس ان الناس خايفه شويه، سيبك من الترند والناس اللي بتتكلم عنهم واول مسلسل مصري بانتاج نتفليكس والكلام ده كله. على فكره ده ثالث مسلسل عربي، مش اول مسلسل عربي يتعامل على نتفليكس، ده ثالث واحد. فالناس ما تفضلش مبسوطه بالحدث، دي حاجه جميله جدا، وحاجه جميله جدا للدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه، ده كان حلم من احلامه اصلا، الله يرحمه يعني راح من غير ما يشوف الحدث الجميل ده. بس معظم الناس اعتقد انهم مبسوطين جدا وسعداء جدا ان عمل روائي زي بتاع احمد خالد توفيق يتحول لمسلسل مع نتفليكس، فدي حاجه قويه جدا وحاجه كويسه جدا لينا في مصر يعني، والكتاب بتوع مصر المفروض يكونوا مبسوطين جدا بحاجه زي كده. ونتمنى كل التوفيق للفريق بتاع المسلسل، ان شاء الله تكون حاجه قويه جدا. بس اللي كنت عايز اقوله في الفيديو ده والسبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان انا خايف الاحداث اللي كنت مستمتع بيها في الاعداد اللي قراتها ما تكونش نفس الاستمتاع اللي انا اشوفه في المسلسل، بس ده وارد ان هو يحصل، ما فيش اي مشكله خالص. وانتوا كمان ما تكونوش متوقعين حاجات معينه وما تحصلش فتتضايقوا، لا ده طبيعه السينما جدا ان هو الاحداث ممكن تكون متغيره شويه، ممكن ما يكونش نفس الكلام اللي في الروايه هو نفس الكلام اللي في المسلسل، فبيحصل تغيرات كتير جدا. بس النقطه اللي ممكن تكون بتخوف الناس شويه بالاخص اللي خلصوا السلسله ان الدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه مش موجود، هم لو حابين يلعبوا في حاجه معينه في الاحداث او الحبكه الدراميه مش هيلاقوا احمد خالد توفيق الله يرحمه، فممكن يصرفوا هم في دماغهم، فممكن يحصل طفرات مش لطيفه يعني. بس كده شكرا جدا لاتفرجت على الفيديو، يا رب يكون افدتك حتى لو شيء صغير. ومؤخرا نتمنى كل التوفيق والنجاح لفريق العمل بتاع المسلسل، وان شاء الله نشوف حاجه مشرفه جدا كعمل روائي مصري وكفريق مصري او كمخرج مصري، مش عارف في شخصيات كتير مش مصريه او بس عربيه. اتمنى ان يكون عمل عربي ناجح ويحقق نجاح كبير جدا على نتفليكس ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم. تنسوش تقولوا لي ايه رايكم في الزاويه بتاعت الفيو دي في الفيديو ده، تقريبا كنت بعملها زمان قوي في اول الفيديوهات وغيرتها، فلو عجبكم قولوا لي برده ايه رايكم فيها يعني. بس كده، السلام عليكم.